احنا كنا واقفين عند المحل, في شخص كان معدي هنا عادي, حبي نشوف شخص معدي قلنا اكيد معدي في الشارع, ما خدناش بالنا قلنا عادي مفيش مشاكل. شويه لقينا فيها عربيه كانت بيضه واقفه هنا, في شخص تاني لابس توب, الاستاذ محمد ما اعرفش اسمه صراحه, الاستاذ محمد نزل كان بيركب العربيه بتاعته. احنا لفت نظرنا صوت الاستاذ محمد او زعيقه, بنبص في شخص كان معدي رام عليه حاجه بس مش عارفين رام عليه, والشخص التاني جرى على طول من هنا كده وركب العربيه بتاعته. بس والله لو في حد كان واقف قدامه ساعتها كان شاله بالعربيه, اللي كان سريع جدا طلع بطريقه رهيبه جنونيه. شاب صغير مش كبير, شاب صغير في حدود العشرينات وشعره منفوش كده وخلاص, ده كده هو ده اللي احنا نعرفه بس ان احنا شفناه, لكن شكله ما نعرفش ان احنا ما كناش مركزين. عادي نفس واحد معدي من الشارع. القصه الادمي جاء وقف هناك في برحه ورا, وقفت سياره بيضاء سوناتا ونزل وجلس يهروي الجازي كذا, وقف ورا الكابس كذا واقف ورا جالس, ايه جلس تقريبا 10 دقائق 7 دقائق يعني ما طول, ايه جالس. انا لما شفته وقف عند البيت حسبته ايش اصحاب ولا شيء فاهم مع الفيلا ولا شيء, فجلس الادمي هذا دوبه نزل يعني, هو ما تاخر ما جاء بدري يعني 10 دقائق 7 دقائق جازي كذا. انا طبعا خلاص ما انتبهت يعني شلت انتباهي عنه شويه. نزل الاستاذ محمد ركب السيارة, هذا جاء ما أدري سواله وشرد فاهم, ما بخله بخاخة وحاجة كده وشرد. لما انشرد طبعا أصحابه كانوا مستنين السيارة شغالة وكل شيء مستنين ويجي أصلا, فك الباب وركب وهذول شردوا. طبعا أنا جيت عشان أشوف لأنه دخل يغسل, فأنا جيت استنيته هنا عشان السيارة كانت مفتوحة لا يجي أحد ولا شيء, فجلست لما هو جاء قلت له ترى كان لابس أخضر وحاجة كده, وقلت له اللي صار. هو ولد شباب مو يعني مو لابس شيرت اخضر وجينز فاهم يعني, مو شكله مجرم او حاجه فاهم, عشان كذا ما انتبهنا له اصلا وشكله عادي عرفت, عشان كذا ما حد لفت انتباهه او شيء فاهم. جلسنا الا لقيناه يجري على طول, جري وركب السياره وروح. وشكرا للزملاء طبعا اللي سوى التغذيه, زميلي هادي الشيباني هو اللي كان انقذ الموقف لانه كان المطلوب تخريب بشكل عاجل جدا, والزميل عمر خالدي هو اللي عمل منتج له. تعليقك ابو تركي على هالسالفه. بسم الله الرحمن الرحيم, اول شيء الحمد لله على سلامه اخونا وصديقنا وزميلنا الاخ محمد البكيري, وانا دائما اقول ان الصحفي الحر والقلم النزيه يعني ما في شيء يوقفه لا اعتداء لا غيره, لكنها حادثه خطيره وظاهره خطيره ان لم يتم التعامل معها بحزم وبقوة. يعني احنا نشوف هالظاهرة في بعض الدول اللي يكون فيها لا سمح الله انفلات امني او ما الى ذلك تبدأ تظهر مثل هالحالات. انا اطالب الجهات المعنية وانا واثق من هالشيء يعني تجاوبهم زي ما قال ابو خالد السريع, يجب بحول الله تعالى انه يتم القبض على مثل هالنوعيات الدخيلة على وسطنا على مجتمعنا على رياضتنا على المجتمع بشكل عام. حقيقة حادثة مؤسفة جدا 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 لا يمكن نتقبلها. أيضا أنا كنت أتساءل يعني وإن كان مش هو الموضوع الرئيسي لكن يعني في السياق أتساءل عن السبات العميق لهيئة الصحفيين السعودية. هيئة الصحفيين؟ هل عندنا هيئة صحفيين؟ في حاجة اسمها هيئة صحفيين ندفعها سنويا 1000 ريال موجودة في المملكة هنا؟ نعم, وحتى المتعاونين غير السعودية هذه في الرياض رغم انه فيها عدد من الاسماء لكنها في سبات عميق عميق عميق. 7 سنوات ما شفنا لجائزة الملكية الفكرية, انظمة تقر انظمة تلغى, صحفيين يعاقبون صحفيين. عندنا هيئة صحفيين للأسف كويس للأسف كويس مو كويس للأسف الشديد. في عندنا هيئة احنا كنا نتمنى ان تكون هذه الهيئة هي يعني اسمع عندنا هيئة بس ما كنت اعتقد يمزحون يعني كنا نتمنى أن تكون عون لنا سند لنا تساندنا, لكن للأسف هي فقط تقييد إضافي للصحفيين. هي برستيج للبعض أنهم يظهرون باسم الهيئة باشتراكات الزملاء الإعلاميين. طبعا الشباب اللي ماسكين الهيئة طبعا طبعا 40-35 بالتأكيد بالتأكيد أبو بدر, وأتمنى أنه كان يعطى الدور للكبار اللي في الهيئة كبار السن اللي في الهيئة الأعضاء في أسماء يعني كثير كويسة, لكن للأسف الشباب اللي ماسكين أو اللي ماسك الهيئة للأسف يعني غياب تام يعني حتى يعني إحنا على سننا إحنا نطلع بالزارين نطلع بالزارين حتى بيان يعني حتى مجرد بيان بسيط صحفي يا أخي نائب رئيس تحرير يا أخي ما لكم دور, إحنا عارفين دور الشرطة وإن شاء الله ثقتنا في الله أولا ثم
في الجهات الامنيه كبيره ومشهود الجهات الامنيه. لا ما شاء الله عليهم لجت واحده من الصحف سوت موضوع لجت اي وسيله اعلاميه سوت موضوع جريء ذا طلع لك واحد منهم سوى لك فيها انه يعني وهذا عمل غير مهني ما شاء الله هم شطار في الحاجات هذه. بالتاكيد للاسف كثير ناس توقفوا من الصحفيين طلعت عقوبات قضايا ما شفنا حد يعني يكلفون محامي امام الهيئه المسؤوله في وزاره الثقافه والاعلام الدافع عن صحفيين ما شفنا اي دور ايجابي عليهم مالهم في المواضيع هذه لا تفاول ابو الصحفي ما يعني. عبد الكريم من تعليقك على القضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على سلامة زميلنا وحبيبنا الأستاذ محمد البكيري، وأعتقد أنه الاعتداء عليه راح يزيد إصرار على الحق، ويزيدنا احنا كصحفيين ويزيد جميع الصحفيين إصرار على الحق مهما كانت العقبات ومهما كانت الاعتداءات الجبانة. وجود سيارة فيها اثنين انطلق لها المعتدي هذا دليل على انهم اقدر اسميهم للاسف يعني اسميهم عصابه مكونه يمكن من 3 اشخاص او اكثر قاموا بالتخطيط للعمل سياره توقف ينطلق منها واحد يروح يعتدي وبعدين يرجع المعتدي الى السياره هذه عصابه وللاسف هذا شيء غريب على مجتمعنا الرياضي عمرنا ما سمعنا مثل هذا التخطيط للاعتداء على إعلامي أو لاعب أو أي أحد عنصر في الوسط الرياضي. أنا أرجو من الجهات المختصة أنها توقف مثل هؤلاء عند حدهم وأنه يكون هناك عقاب رادع لمثل هؤلاء انه يستمر وهذا اللي انا